صباح الورد مشاهدين الأكارم، صباح يتجدد بلقائنا معكم، أهلا بكم إلى صباحكم وطن، صباح المحبة وصباح التجدد بكم ومعكم مشاهدين الكرام. شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا وتجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم. كما هي العادة أن يكون صباحنا مع أحوال الطقس حالة البحر لهذا اليوم، معي المهندس رشيد العريقي مدير بالتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير باش مهندس. صباح النور أختي نبراس، أحييكم وأحيي كل طاقم البرنامج وكذلك مشاهدينا الأكارم، ونشكر لكم متابعتكم واهتماماتكم بأحوال الطقس. الله يخليك. نعم. واحنا كمان بنشكرك لمواكبتنا واطلاعنا على أحوال الطقس. تفضل. نعم أختي نبراس، سمة الطقس الذي ساد خلال ال 24 ساعة أو نقول حتى اليومين الماضيين، سمته كان تنوع في الطقس، يعني ما بين الصحاري والجبال والمناطق الساحلية. هذا التنوع الجميل جدا يعطي بلادنا طبعا ميزة متخصصة في الطقس عن غيرها من بلدان المنطقة، وذلك بتنوع التضاريس أصلا، من الصحاري إلى الهضاب إلى المرتفعات إلى السهول إلى السواحل، وبالتالي لاحظنا هذا التنوع من خلال هطول أولا أمطار خفيفة كانت على بعض المحافظات الجبلية خاصة في أبي يوم أمس وأجزاء من تعز وكذلك من دمار. الأمر الثاني تكونت أيضا الشابورة والضباب، هذا الذي يتشكل فوق المناطق الجبلية لتعطي روعة في الجمال، خاصة من يذهبون للتسيح والاستياحة مثلا أو كذا، فيلاحظ أن السحب كأنها تحت مستوى الجبال كما حصل في الضباب الكثيف في حكة وكذلك في أجزاء من المحويت وإب وتعز ودمار.
نعم. الأمر الثاني كان هناك أيضا غبار خفيف ساد بعض المحافظات طبعا الصحراوية مثل شبوة ومأرب وحضرموت وتلاشى. الأمر الآخر كانت هناك سحب كثيفة تشكلت في سماء أجزاء واسعة من محافظات بلادنا الساحلية الجنوبية وكذلك الخميس وقطرة، وبالتالي المركز يتابع هذه التغيرات بانتقالنا من تدريجيا من الشتاء حيث الأجواء بدأت تدفى، إلا أن توقعات المركز الوطني أن تعود مرة أخرى درجة الحرارة بانخفاض الطفيف كما لاحظنا يومنا هذا على المحافظة الجبلية، قد تنخفض بمقدار درجة لدرجتين مئويتين فيكون الأجواء صحوة وغائمة جزئيا باردة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، وكما أسلفنا أنه الضباب والشبر المائية قد شكل في أجزاء من محافظات حق المحمية تعز وأب والضالع ولاحق وأبين. نعم. وتكون أثناء ما بعد الظهر ليومنا هذا ويوم غد أجواء غائمة على هذه المحافظات الجبلية، وقد تهطل أمطار خفيفة متفرقة عليها خاصة في فترتي كما أسلفت الظهيرة والمساء. أما مناطقنا الساحلية وصحوة إلى غائمة جزئيا على السواحل الشرقية وغائمة جزئيا إلى غائمة على السواحل الجنوبية، وقد تهطل أمطار خفيفة متفرقة عليها أثناء الصباح والصباح الباكر خاصة كما أسلفنا في سواحلنا الجنوبية سواحل محافظات أبين وعدن وكذلك لحج. بالنسبة لسقطرة أجواء غائمة جزئيا بوجه عام، أما المناطق الصحراوية فستكون ستشتد الرياح فيها وقد يتشكل الغبار في الصحاري خاصة المهرة وحضرموت، وقد يعني تنتشر هذا الغبار ينتشر إلى أجزاء من السواحل الجنوبية الشرقية وأجزاء من الجنوبية الشرقية. أما بالنسبة لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد القوية، لا يزال ينبه الأخوة سائقي المركبات في الطرقات الجبلية أثناء المساء والصباح الباكر من تشكل السبورة الماء والضباب، وبالتالي ننصح الأخوة السائقين ومشاهدين الأكارم حتى المسافرين إلى هذه المحافظات خاصة سائقي المركبات الذي لا يختطون إلا نادرا في هذه الأجواء التي فيها شابورة المائية والضباب على هذه المحافظات، عليهم استخدام الأنوار الكاشفة من أثناء المساء لأنه ستتشكل أكيد الضباب والشابورة المائية خاصة في المحويت وحقة وأجزاء من دمار وأجزاء من إب وتعز أثناء المساء والصباح الباكر. التنبيه الآخر هو للصيادين مرتادي البحر، يزال يعني في ارتفاع الموج في مدخل باب المندب حيث يعني تصل الأمواج إلى ارتفاع 3 أمتار. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من مشيئة الله تعالى في صنعاء 28 9 درجات، يعني ستنخفض ممكن مقدار درجة إلى درجتين مئويتين في هذه المحافظات، عدن 31 24، تعز 29 14، المكلا 30 23، الحديدة 31 24، في سيئون 33 16، سقطرة 29 21، وفي دمار درجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 والصغرى 6 درجات، أب 26 11، الغيضة 32 21، وفي عتق 31 15، مأرب 31 15، صعدة 28 10 درجات، المحميت 22 11، عمران 27 6 درجات، المخا 31 24، وفي القوف 30 14، حقة أجواء ستنخفض قليلا درجة الحرارة حيث ستصل ما بين العظمى 22 والصغرى قد تصل إلى 11 درجة مئوية، وأخيرا في البوق 29 العظمى والصغرى 13. أما بالنسبة للبحث كما أسلفنا أنه سيكون معتدل مضطرب الموج على السواحل الغربية ومدخل باب المندب، وارتفاع الموج ما بين 2 إلى 3 أمتار، ويكون خفيف الموج على السواحل الشرقية وسقطرة، وارتفاع الموج ما بين 0.5 إلى 1، بينما يكون معتدل الموج على السواحل الجنوبية وقد يصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 2 متر. يعني هذه أهم سمات الطقس الذي كان والذي ساد الآن. طبعا ساد أغلب المحافظات الآن فيها أجواء رائعة جدا، لدينا في الجمهورية اليمنية وصحوة وتشكل قطع بعض من السحب فوق محافظات بلادنا الجبلية. نعم، شكرا جزيلا لك المهندس رشيد العريقي المدير
بالتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود. مشاهدينا الأكارم، أرحب بكم. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم جدا لنا جميعا للصغار وللكبار، وهو التغذية السليمة. أيضا بنتكلم في هذه الحلقة عن التغذية المناسبة أيضا لبعض المصابين بالسكر وكذلك الضغط وأمراض الكلى، وأيضا عن أهمية الماء في حياتنا وفائدتها لأجسامنا. وطبعا للإثراء بهذه الحلقة معي الدكتور إبراهيم عبد الحكيم، استشاري التغذية العلاجية والسمنة. أهلا فيك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا. نعم، نرحب فيك. أهلا بيكي، وصباحكم وطن، صباح جميل عليكم. إحنا يعني بمناسبة صباح الوطن، الأوطان بتبنى بالإنسان. أكيد. وبناء الإنسان ده يعتبر أعظم قيمة وأعظم شيء في التاريخ كله، ومفيش أوطان بتبنى من غير ما بتضع قيمة الإنسان هي أول حاجة فيه. وبناء الإنسان يبدأ بالتغذية السليمة، اللي هي زي ما احنا كنا زمان بنعرف في المدارس إن احنا الجسم السليم والعقل السليم دايما بيكون في الجسم السليم. الجسم السليم ده عشان نبنيه لازم نبنيه الأول، نشوف إيه التغذية الصحيحة بتاعته، إيه معنى التغذية بتاعتي، إن إزاي تكون تغذية صحية. صحيح. لازم يكون التغذية بتاعتي صحية على أساس إن الغذاء متوازن، يكون الغذاء بالنسبة لي بيحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي بيستفيد بها الجسم، اللي هي محتاجها، سواء إذا كان في فترة نمو في الأطفال مثلا يحتاجها عشان الطفل ينمو وينمو بشكل صحيح ويكبر بشكل منتظم، إذا كان في فترة مراهقة أو في فترة الشباب بتكون إن أنا محتاج الأطعمة اللي هي تدي لي طاقة عشان المجهود اللي أنا ببذله والمجهود العضلي اللي أنا بعمله، إذا كان مثلا في فترة الشيخوخة أو في يعني في العمر متقدم العمر، بشوف الحاجات اللي هي تساعدني إن أنا ما يحصلش فقد في الجسم وما يحصلش هدم وكده، إن أنا أحافظ على جسمي. طبعا الجسم السليم مهم جدا، والمنظر وشكل الجسم مهم جدا، خصوصا لمعظم الناس، حتى يعني مثلا رجال أعمال بيهتموا بشكل جسمهم، الشباب والفتيات في دايما بيهتموا برضو بشكل الجسم. فكل الحاجات دي لازم الشخص نفسه على أساس يكون شكله ومظهره يبدو بصورة كويسة، لازم في البداية ان انا اهتم بالتغذية بتاعتي تكون تغذية صحية. عشان التغذية تكون صحية لازم يبقى في عندي تنويع في الغذاء، يكون في عندي عناصر غذائية كافية للجسم بصورة تمده بالطاقة وبالبروتين اللي محتاجه. احنا زي ما قلنا زمان كانوا بيتكلموا على التغذية العلاجية وبيقولوا احنا بنمثلها بصورة زي صورة الهرم كده. الهرم ده بيكون في القاع بتاعه أو في الجزء الأسفل بتاعه بتكون بتتمثل في الفواكه والخضروات، اللي يعتبر بتمد الجسم بالفيتامينات والعناصر المهمة، اللي هي يعتبر برضو بتحتوي على الألياف اللي هي بتنظم لي الهضم بتاعه. بعد كده في منتصف الهرم يجي عندي النشويات، والنشويات دي بتمثل الطاقة اللي هي الجسم بيحتاجها، وبتكون زي مثلا متمثلة في الخبز أو في الأرز أو المكرونة، كل الحاجات دي بتمثل الطاقة اللي هو محتاجها الإنسان. نيجي عندي لما نقرب من القمة هنلاقي عندي البروتين، وده الجسم بيحتاجه على أساس بناء الأنسجة، إن هو بناء العضلات وكده. وبرضو نيجي عندي
يعتبر القمة، بيكون في عندي الدهون اللي هو محتاجها الجسم عشان الأعصاب وعشان الأوميجا 3 وعشان برضو يعتبر حيوية المخ ودرجة يعتبر التحكم في أعصاب الجسم نفسه. إذا يعني طبعا ده كان في فترة كبيرة قوي كان يعتبر المبدأ الغذائي اللي ماشي عليه. دلوقتي بقى في عندنا حاجة اسمها الشطيرة أو الطبق الصحي. الطبق الصحي اللي هو يعتبر إن أنا بقسم الطبق بتاعي زي دايرة، بخلي مثلا من 30 لـ40% منه نشويات زي ما قلنا رز ومكرونة وحاجات من كده، بخلي برضو في من 30 لـ50% زي ما قلنا فواكه وخضروات، وبيكون حوالي 20% بروتين، والـ10 لـ15% بتكون عندي الدهون والأملاح اللي محتاجها الجسم. ده يعتبر المبدأ العام اللي ماشي في التغذية الصحية. التغذية بتتغير على مدار العمر زي ما قلنا، احنا في فترة الأطفال بيبقوا محتاجين عناصر غذائية على أساس النمو، بيكون عندهم محتاجين الكالسيوم بصورة كبيرة على أساس العظم بتاعهم بينمو، فبهتم قوي بأن أنا أزود عندهم الألبان والجبن بحيث أن الطفل في الفترة دي محتاج بروتين عالي ومحتاج حاجة بتحتوي على عنصر الكالسيوم، فيعتبر في مرحلة بناء. طيب مرحلة البناء يا دكتور، هو هنا سمعنا كثير أنه مرحلة البناء هي من الولادة حتى 4 إلى 6 سنوات، هل هذا صحيح؟ هو إحنا يعتبر الجسم في مرحلة بناء من أول الولادة لغاية انتهاء مرحلة الطفولة. انتهاء مرحلة الطفولة يعني منظمة الصحة بتقول إن هي لغاية 18 سنة، وفي الفترات الجاية بيقولوا إن هم ممكن توصل 21 سنة. الفترة دي اللي هي يعتبر احنا الجسم بيتكون فيها لغاية مثلا اذا كان عندي السيدات بتبدأ عندي الدورة الشهرية، اذا كان عند الرجال بيبدأ ظهور علامات الرجولة اللي هي مثلا الدقن والحاجات دي. دي يعتبر كل الفترة دي فترة نمو. الفترة دي بيبقى مهم جدا قوي ان انا يعني اهتم بالتغذية العلاجية التغذية بتاعت الطفل نفسه، وخصوصا ان الاطفال عندنا يعتبر مش هم اللي بيعتبر عندهم ثقافة ان هم الاكل نفسه، انا اللي بعلمهم ثقافة الاكل الصحي. الطفل نفسه يعتبر في بعض الامهات بتيجي عندنا بتقول لي هو ما بيحبش ياكل كذا او مش عايز ياكل او في انواع معينة من الاكل هو مش عايز ياكلها. يهمني جدا في اول 6 شهور من الاكل، يعني يعتبر 6 شهور التانية من السنة الاولى اللي هي يعتبر الطفل ببدأ ادخله فيها اكل، يهمني قوي ان انا احاول اخلي الطفل بتاعي يتذوق جميع المأكولات اللي هي متاحة على اساس ان هو يبدأ يكون ثقافة الاكل بتاعته وما يرفضش الأغذية. ليه؟ لأن الطفل في الفترة دي ما يعني زي ما تقولي ما هو نفسه مش عنده أي ثقافة للأكل، هو لسه ما حسش جمال الأطعمة، فأنا لما هبدأ أدخلها له مجرد بس إن هو يتذوقها ده يعتبر أنا بعمل عنده ذاكرة للأغذية دي. في بعض الأمهات للأسف وبيكون عندنا في الطفل الأول بيكون المشكلة إن ما بيكونش عندها ثقافة إن إزاي تأكل طفلها أو تبدأ بإيه وكده، فبتتأخر ما بتأكلش الطفل، فبنلاقي الطفل نفسه بيتأخر في إن هو يقدر ياكل، خصوصا إن هو بيبقى متعود على المشروب اللي هو يعتبر يا إما الرضاعة الطبيعية بتاعت الأم أو إذا كان رضاعة صناعية عبارة عن رضعة هي بتجهزها له، فبالنسبة له ده شيء سهل إن هو ياخده، مش محتاج إن هو ياكل أو وفي بعض الأمهات مش معاها ثقافة هذا، ممكن أي شيء تأكل الطفل يعني. فإحنا في الأول في أول 6 شهور زي ما قلنا ما بنديش الطفل أي أطعمة، بعد 6 شهور بنبدأ ندخل له حاجات يعني بتكون سهلة الهضم، بتكون سهلة البلع، حاجات يعني ممكن زي الحاجات اللي هي المسلوقة،
ممكن يعني الزبادي مثلا ادخله بعد 9 شهور ان هو يبدا ياخد زبادي، ممكن اديله مثلا اللي هي الميه بتاعت الشوربه نفسها بتاعت شوربه الخضار ان هو يبدا يحس بطعم الخضار نفسه. ممكن في بعض المأكولات دلوقتي اللي هي الأطعمة اللي هي الخضار الجاهز اللي هي يعتبر بالطفل بعمله له كزي نوع من الرضعة نفسها، كل الحاجات دهياتي بتبدأ في أول 6 شهور بحيث إن هو يبدأ الطفل يتكون عنده زي ما قلنا ثقافة الغذاء إن هو يقدر يدوق كل جميع الأكل. يمكن البروتين برضو يمكن بيتأخر شوية في آخر السنة كده بحيث إن هو الطفل يبدأ يبقى عنده الجهاز الهضمي بتاعه اكتمل، فيبدأ ممكن أدخله البروتين، بس البروتين اللي هو يعتبر سهل الهضم زي الكبد مثلا، أو اللي هو اللي إذا كان فيه اللحوم اللي هي الأسماك ده كويسة جدا لأنها بتحتوي على الأوميجا 3 وبتخلي الطفل يعتبر بتزود معدل نمو الخلايا العصبية عنده. أيوة. طبعا الأطفال ثقافة الأكل عندهم يعني نقدر نقول إن هي في بعض الأسر بتكون تكاد تكون معدومة، هم طب مجرد الدكتور كيف نسيطر على الطفل مثلا، أو جات الطفل مثلا الأم تعطيها الغذاء المثالي تمام. والغذاء الصحي، لا هو يحبذ أنه يكون يأكل يا إما شيبس بيبسي، الأكلات الخفيفة يعني تمام. واللي تكون خارج يعني، ما عادة ما يحبش أكل البيت. هو الثقافة بتاعتنا احنا برضو اتغيرت ان احنا بقينا زي ما بنقول بندلع الاطفال زيادة شوية. احنا الطفل الافضل يعني وقت ما بيطلب الاكل بديله الاكل اللي هو الصحي اللي هو محتاجه، فطبعا لما يكون جعان بياكل الاكل اللي هو لاني عشان هو جعان فبديله الاكل الصحي، فمجرد ما هيتعود عليه بعد كده هياكله. إذا الطفل رفض الأكل ممكن أشيل الأكل فترة وأرجعه له تاني هياكله، لكن إذا أنا الطفل دايما يعني يعتبر الأطفال من بيبقى عندهم ذكاء فطري، هو بيشوف الأب إذا أو الأم إذا كانوا مثلا إيه اللي هم بيخليه يلبي له رغباته أو الحاجات بتاعته، إذا كان مثلا بيعيط، إذا كان مثلا مش عايز ياكل، أيوة. بيشوف هو الحاجات اللي هي بتأثر في الأب والأم ويبدأ يعملها. لكن لما مثلا زي ما قلنا هو الطفل طلب ياكل، إذا جبت له أكل صحي ورفضه مو هشيله وقت، وبعد كده لما هرجعه له تاني هياكله. في نفس الوقت برضو هحاول برضو إيه الحاجات اللي هو بيحبها هديها له، اقول له لو انت اكلت الاكل الصحي ده مثلا اذا اكلت فاكهة هدي لك مثلا حلويات، هدي لك شوكولاتة اللي هو الحاجات اللي هو بيحبها هناكلها بس بعد ما ناكل الاكل بتاعنا اللي احنا المفروض ناكله. فطبعا بيخلي الطفل يبدأ يتعود على الاكل الصحي ويبدأ ياخد الاكل بتاعه بصورة طبيعية. احنا لو بصينا في الاحتياجات اليومية واحتياجات الطاقة اللي بيحتاجها الطفل، هنلاقي احيانا يعني في سن 9 سنين او 10 سنين كمية السعرات الحرارية اللي بيحتاجها الطفل اكتر من اي فترة على مدار العمر. يعني احنا في فترة 9 سنين ممكن الطفل نفسه يوصل لغاية 4000 سعر حراري، في حين إن البالغين مثلا بيحتاجوا من 1800 ل 2500 سعر حراري على مدار اليوم على حسب الشغل بتاعهم. ليه؟ لأن الأطفال بيبقوا في الوقت ده محتاجين طاقة، بيكون أي عندهم لأنه بيحرقها بسرعة. لأنه بيتحرك كتير قوي، أي في نفس الوقت بيبقى جسمه بينمو من الجانب الآخر فبيبقى محتاج طاقة للنمو. فأنا في الفترة دي بيهمني قوي يركز على ان الطفل ده ياخد حاجات مفيدة ليه، زي ما قلنا تتمثل في اللبن، تتمثل في النشويات اللي هي متمثلة مثلا في الحبوب الكاملة اللي هي زي ما قلنا الخبز اللي بيحتوي على الردة. احاول برضو ابعد عن الحاجات البيضة اللي هي الرز والمكرونة والخبز الابيض. ليه؟ لان الحاجات ديت يعتبر بتدي طاقة عالية بس ما بتقعدش فترة طويلة في الجسم، بيستهلكها بسرعة فالطفل
في نفس الوقت بتلاقيه بيجوع بسرعة، وفي نفس الوقت بياكل أكل فيه كمية سعرات حرارية عالية قوي، أيوة. فممكن يصاب بسمنة، أو ممكن الطفل نفسه يتحول إن هو مثلا يصاب بنحافة نتيجة إن ما فيش العناصر الغذائية اللي هي موجودة زي ما قلنا في الردة أو في القشر بتاع القمح، اللي هو يعتبر بيحتوي على كمية كبيرة قوي من العناصر الغذائية زي الحديد وزي الفيتامينات اللي هي اللي يعتبر البوتاسيوم والكالسيوم اللي هو بيحتاجه الجسم في الفترة دي. في نفس الوقت برضو الفاكهة، يعني أحاول برضو أبعد عن العصاير اللي هي يعتبر المعلبة، المعلبة اللي ولا هي فيها نسبة يعتبر فيها نسبة مواد حافظ عالية، وأحاول أبدلها له بعصاير يا إما تكون فريش أو فواكه تكون هو الطفل بيحبها أو أعوده عليها، بحيث إن إحنا الفواكه دي يعتبر زي ما قلنا بتحتوي على كمية كبيرة أوي من العناصر الغذائية والألياف، وبتدي له طاقة، وفي نفس الوقت بتساعده على التركيز، بتخليه يتحرك بصورة كبيرة، بتخليه في نفس الوقت يكون عنده نشاط إذا كان مثلا في المدرسة أو إذا كان مثلا بيمارس رياضة، بتدي له طاقة، بتخلي الطفل على مدار اليوم يعتبر عنده تركيز وبيكون جسمه كويس أوي. في نفس الوقت زي ما قلنا احنا عايزين نهتم قوي بثقافة المية، احنا يعتبر طب المجتمعات دكتور، بتاعتنا قبل ثقافة المياه، أنا عاوزة مثلا أعرف نوصل مثلا لسن معين اللي هو بعد مرحلة الطفولة مرحلة الشباب، أكثر حاجة نحاول إنه نحافظ على أجسامنا من السمنة، كمان حتى هنا الصيف الشتاء يلعب دور، الشتاء أنت تأكل عشان تسخن الجسم شوية، الجسم الصيف يكون عكس، بيكون فمثلا إيه المأكولات يعني اللي ممكن تساعد الجسم وتكون مثالية كمان وبنفس الوقت ما أخزنش دهون بحيث إنه ما ينتهي الشتاء إلا وأنا يعني بعدين أرجع إنه أحاول أخسر وزن وأتعب في هذا الجانب. هو يعني كل سنة حضرتك طيبة، طبعا الشتاء خلاص كده بينتهي أيوة بنودع يعني. درجة الحرارة بدأت تعلى شوية، هو بدأ الناس يعني تفوق من البرد. طبعا يعني ايه، دايما في مرحلة الشباب بتكون مرحلة لخبطة في الهرمونات، بتكون بالنسبة سواء في الرجل أو المرأة بيكون عندي الجسم بيكون المزاج بيتقلب، فأحيانا بعض الفتيات يا إما تتجه لأن هي تعمل أنظمة غذائية تكون قاسية على أساس تهتم بجسمها وتخسس جسمها، وفي بعض الفتيات نتيجة تقلب الحالة المزاجية والهرمونات اللي عندها زي ما بنقول بتطلع همها في الأكل نفسه. احنا في الفترة دي بيهمنا قوي ان انا احافظ على وزني، اللي اشوف وزني المثالي المفروض يكون كام واحافظ عليه، وزي ما قلنا احنا قبل كده في حلقة ان الوزن المثالي اسهل حاجة ان انا احسبه، اشوف الطول بتاعي بالمتر واشوف اذا عدد السنتي اللي فوق المتر ده يعتبر الوزن المثالي بتاعي، ممكن ازود في فترة المراهقة عليه 2 3 كيلو أو أقل ل 2 3 كيلو على أساس يكون ده الوزن المثالي بتاعي. يعني أنا مثلا لو طولي 1.60 متر المفروض الوزن بتاعي يتراوح ما بين 55 لغاية 65، ما يزيدش عن كده. زي ما قلنا في الفترة دي بهتم قوي بالحاجات اللي هي بتحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية، ودي قلناها دايما اللي هي ايه يعتبر الفاكهة والخضروات، اخد بقى يعني عصاير فريش، اخد سوائل كتيرة، احاول برضو اهتم بالحاجات اللي هي بتحتوي على طيب الاوميجا 3 زي السمك، زي الحاجات اللي هي يعتبر اللي فيها يعتبر بروتين برضو زي طيب اللحوم والألبان، احاول برضو يعني اقلل من اللحوم اللي هي المصنعة، اخد اللحوم اللي هي الفريش، يعني ابعد عن الهمبرجر واللحوم المصنعة. في نفس الوقت اللي يفضل قوي ان انا برضو اللحوم ما زودش منها، لان هي ايه يعتبر من الحاجات اللي هي الجسم مش بيتخلص منها بسهولة،
الافضل ان انا بشوف اذا كان وزني مثلا حوالي 70 كيلو او 80 كيلو، بنقول ان احنا بناخد من 60 ل 70 جرام من البروتين. البروتين ليه مصادر كتيرة قوي زي ما قلنا، اللي هي الدواجن، ممكن عندي الأسماك، ممكن عندي الألبان، ممكن عندي يعتبر البيض، في عندي البروتين النباتي زي البقوليات، يعتبر زي عندي الفول والحاجات، البقوليات كلها بكل أنواعها، السبانخ، الحاجات دي كلها مهمة في الفترة دي، بحيث ان احنا نحافظ على ان الوزن يكون مثالي، ما يزيدش او ما يقلش. وفي نفس الوقت يهمنا قوي في الفترة دي برضو ممارسة الرياضة، لان ده عليه دور كبير قوي، ان هو بيحسن الحالة المزاجية عند الاشخاص، في نفس الوقت بيحرق عندي الطاقة الزيادة، بيبني عندي العضلات اللي هي في مرحلة نمو وفي مرحلة بناء، بيحدد شكل الشخص نفسه زي ما قلنا، إذا كان هو هيبقى قوامه ممشوق أو رشيق، أو قوامه رياضي، ولا هل هيبقى قوامه يعتبر وزنه قليل أو وزنه زايد. يعتبر الفترة اللي الجسم بيبني فيها شكله بصورة كبيرة أوي هي الفترة اللي حضرتك قلت عليها، فترة الشباب أو فترة المراهقة. طيب يا دكتور، بالنسبة بقى نعم، للصيف، الأكلات اللي هي احنا زي ما قلنا الصيف بيعتبر درجة الحرارة بتعلى، بيكون في عندي فقد سوائل، للسوائل بصورة كبيرة أوي، بيفقد الجسم بيفقد معاها أملاح كتيرة، فده أول حاجة لازم أهتم أوي بموضوع السوائل. زي ما قلنا شرب المية من الحاجات المفيدة جدا، واتعمل عليها أبحاث كتيرة قوي، وحتى في الفترات الأخيرة بقت في أنظمة غذائية يعتبر مبنية بس على المية. أيوة، كلمنا عن هذا الأنظمة الغذائية، احنا كنا نتكلم قبل البرنامج عن هذا الأنظمة بالذات، وكانت الأمانة في معلومات حلوة، ممكن تكلمنا ربنا عنها؟ يكرمك. احنا بالنسبة للمية يعني زي ما قلنا في ابحاث كتيرة قوي اتعملت عليها، من ضمنها نظام اللي هو الديوتكس، ده اللي هو عبارة عن ان انا بينقي الجسم من الشوائب والفضلات، وفي نفس الوقت بيساعد الجسم ان هو يتخلص من الاملاح الزيادة والحاجات اللي بتسبب ألم أو بتسبب مشاكل في الجسم. هو عبارة عن حاجات سهلة جدا أي شخص ممكن يقدر يعملها في البيت. هو إن أنا مثلا بجيب زي ما قلنا 1.5 لتر مية، وبقطع عليه شرايح مثلا من الليمون، وبخليها في الإزازة لغاية تاني يوم، بشربها على مدار اليوم، بقسمها في خلال اليوم. ده بيكون يوم، اليوم التاني بعمل نفس القصة، نفس اللتر ونص، بحط عليه شرايح مثلا من البرتقال يعتبر الفواكه، وبخليها بشربها اليوم اللي بعديه. اليوم التالت بيكون عبارة عن الخضروات زي ما قلنا زي الخيار أو أي يعني ممكن أعمل يوم شرائح برتقال، وثاني يوم شرائح ليمون، ثاني يوم شرائح ليمون، الأخير وثالث يوم هيبقى زي ما خضروات. قلنا خضروات، أي أنواع الخضروات، ممكن بقدونس، ممكن شرايح زي ما قلنا خيار، ممكن خس، الحاجات دي كلها بحطها في المية. زي ما أقول إن المية يعتبر بتاخد العناصر الغذائية اللي موجودة في سواء الفاكهة أو سواء الليمون سواء مثلا الخضروات، وأشربها، ده يعتبر بينقي الجسم من الشوائب، وفي نفس الوقت بيساعدني على حرق الدهون لو في دهون زيادة في الجسم، في نفس الوقت يعتبر بيدي لي طاقة، وبيدي لي العناصر الفيتامين اللي موجودة في الفاكهة دي أو في الخضار بصورة أفضل. في عندي برضو دراسة تانية اتعملت بس على مجموعة من اللي هم بيعانوا من السمنة، يعني عبارة عن ان هم احنا خدوا 2 كوباية مية قبل كل وجبة، و2 كوباية مية الصبح بعد ما يصحوا من النوم مباشرة على الريق، يعني دول يعتبر خسوا من 10 ل 12 كيلو في خلال 3 شهور بدون أي أنظمة غذائية. طيب قبل الأكل بكم؟ يعني نص يعني ساعة، هي ربع ساعة؟ يفضل دايما
ان انا باخد المية قبل الاكل بحدود نص ساعة. ليه؟ لاني بدي مساحة لي في المعدة ان انا احس بالشبع، ما يقدر، لان طبعا الاحساس بالشبع ده يعتبر اشارات بتتنقل من المعدة للمخ. فطبعا اذا انا يعني اكلت مباشرة مش هيكون عندي احساس بالشبع بسرعة. فلكن لما مثلا انا باخد اي سوائل بحاول اخدها قبل الاكل بنص ساعة. في نفس الوقت احاول ما اشربش سوائل اثناء الاكل. ليه؟ لاني اثناء الاكل بتزود حجم المعدة، وفي نفس الوقت بتقلل العصارة بتاعت المعدة، فممكن يحصل عندي اللي الاكل ما بيتهضمش بسرعة، فبيعمل عندي مشاكل زي الانتفاخات او الحاجات دي. في نفس الوقت لو هشرب بعد الاكل احاول برضو اشرب بعد الاكل بساعة او بساعتين. في بعض الناس برضو بتلاقي عندها ثقافة ان هي تشرب مياه غازية بعد الاكل مباشرة او اثناء أو أثناء الاكل. الأكل. أيوه يقول لي ان انا ببلع بيها الاكل او ان انا بهضم. بحاول اهضم بيه. أيوه في الغالب ان هي المياه الغازية من الحاجات اللي هي يعتبر زي ما قلنا غير صحية بالمرة، ان هي بتحتوي على كمية كبيرة قوي من السكريات اللي هي يعتبر احنا بنسميها الهيدن كالوريز او السعرات المستخبية. يعني الجسم ما بيحسش بيها، لان انت ممكن تاخدي كمية صغيرة منها لكن فيها طاقة عالية جدا، وفي نفس الوقت فيها كمية سعرات عالية جدا، فالجسم بيخزنها بعد كده وبيحولها لدهون. فانا يفضل قوي ان المياه الغازية يعني ما اشربهاش بكميات كبيرة، احاول اشربها بكميات قليلة حتى لو يقتصر على المناسبات وكده. برضو زي ما قلنا تكون بعيدة عن الاكل، لان زي هي بتقلل امتصاص بعض العناصر الغذائية زي الحديد وكده. في نفس الوقت بتعمل عندي مشاكل في المعدة زي انتفاخات، او بتقلل لي العصارة بتاعة المعدة اللي هي بتهضم الأكل اللي أنا باكله، فبتخلي الأكل ما يمتصش بصورة جيدة. كل اللي بيمتص عبارة عن سكريات وتتحول في الجسم لدهون، فتلاقي الشخص نفسه وزنه بيزيد، ما بيبقاش عنده إحساس بالشبع بسرعة زي ما قلنا، نتيجة إن هو إن العصارة بتاعة المعدة يعتبر ما حصل لهاش تخفيف بصورة، حصل فيها تخفيف وما حصلش هضم للأكل اللي هو بياكله. في نفس الوقت أحاول برضو أبعدها عن وقت النوم، لأن هي بتحتوي على كمية كبيرة من الصودا اللي هي يعتبر بتسبب أرق للشخص نفسه، فأحاول لو هشربها تبقى في منتصف اليوم. في بعض الناس برضو عندها ثقافة إن هي بعد الأكل ممكن تشرب الشاي مباشرة، وده بيقلل امتصاص الحديد، فبيخلي الشخص نفسه بيعاني من نقص عنصر الحديد، والعنصر الحديد من الحاجات المهمة جدا للجسم اللي هي يعتبر بتساعدنا على ان هو يعتبر ما يحصلش انيميا. فيفضل قوي اذا كنت هشرب اي مشروبات تحتوي على يعني كافيين او تحتوي على اذا كان قهوة او شاي، احاول ابعدها عن الوجبات بتاعتي بصورة كافية، بحيث ان هي تبقى بين الوجبات في منتصف النهار، أو إذا كان مثلا في الصباح يعتبر بعيد عن وجبة الإفطار. أيوة زي ما قلنا فترة الصيف يعني يعتبر فترة مثالية جدا لأي شخص عايز مثلا يهتم بجسمه، إذا كان عايز يمارس رياضة أولا بيكون درجة الحرارة كويسة، إن أنا أقدر أتحرك، ان انا اقدر امارس رياضة بصورة كبيرة، ان برضو مسام الجسم بتكون مفتوحة، ان هو ممكن الشخص نفسه يعرق فيخرج السموم اللي موجودة في جسمه. بس في نفس الوقت زي ما قلنا محتاجين ان احنا نشرب سوائل نعوضها. أيوة ونعوض المية او فقد المية اللي بيحصل، خصوصا ان احنا يعني حتى عندنا في فترة الصيف يعتبر عندي الفواكه كلها من الفواكه اللي هي بتحتوي على كمية مياه كبيرة. يعني لو احنا هنلاقي عندنا الأناناس والشمام والبطيخ، كل الفواكه دي يعتبر من الحاجات اللي هي بتحتوي على كمية كبيرة من المياه، ودي حكمة كبيرة احنا كلنا لازم نهتم بيها على أساس ان هي يعتبر
حاجة بتعوضنا على العناصر الغذائية أو المية أو السوائل اللي الجسم بيفقدها. طيب الدكتور، هذا بالنسبة نقول مرحلة عمرية يكونوا صحيا، يعني ما فيهمش حاجة. طيب اللي هم أمراض بأمراض نقول مزمنة زي الضغط، السكر، الكلى، هؤلاء كيف تكون تغذيتهم؟ وهل تختلف مثلا تغذيتهم من الصيف على الشتاء؟ هو يعني لا هو بص يعني احنا اصحاب الامراض المزمنه بيبقى عندي الفكره في توقيت العلاج بتاعه، يعني ان انا اذا كان في الشتاء او في الصيف يعني المفروض مريض الضغط بياخد العلاج بصوره يوميه، مريض السكر بياخد العلاج بتاعه بصوره يوميه. فيفضل قوي ان انا برضو اذا كان مثلا كنت مريض ضغط او مريض سكر او مريض كلى يحاول قوي ان هو يتابع الدكتور بتاعه او الطبيب بتاعه في فترة تغيير الجو. ليه؟ لان احنا بنلاقي اليوم نفسه بيطول مثلا النهار وبيقصر الليل، فممكن ينام مثلا بالليل فترة قليلة، ممكن يعمل مجهود طويل طول اليوم وفي نفس الوقت هو اخد العلاج مثلا ما اكلش، فيحصل عنده هبوط في السكر مثلا، فممكن تلاقي ممكن يحصل عنده الدوخة او ممكن يحصل عنده غيبوبة اللي هي نقص السكر. الحاجات دي كلها الشخص لازم في خلال تغيير الفصول لازم يراجع الطبيب بتاعه، هل انا هقدم معاد العلاج بتاعي او هغيره او هاخده زي ما هو بصورة منتظمة. برضو يهمنا قوي مريض السكر ان احنا ان هو يعتبر في فترة الصيف يعتبر بتبقى فترة مجهود ان هو يحاول يظبط الجرعات بتاعته مع مواعيد الاكل بتاعه، يعني مثلا ان هو مثلا اذا كان بياخد جرعة الانسولين او جرعة الاقراص اللي هي بياخدها عشان تنظيم السكر يحاول يظبطها مع الوجبات الغذائية بتاعته. يحاول برضو زي ما قلنا يبعد على عن النشويات اللي هي يعتبر بتعلي معدل السكر في الدم. ممكن نستغنى او نقلل منها ونستبدلها بالحاجات اللي هي زي ما قلنا بتحتوي على حبوب كاملة زي العيش الاسمر او العيش السن او اللي هو بتاع المخبوزات بتاعة الشعير، او ممكن الحاجات اللي هي بتحتوي على زي جنين القمح وكده. يعتبر دي هي من الحاجات اللي يعتبر فيها الياف وهي نشويات بس ما بتعليش مستوى السكر في الدم. تمام. في نفس الوقت بحاول برضو اقلل من الحاجات اللي هي زي الارز والمكرونة، ممكن استبدلها برضو بالارز البني او ممكن في بعض المكرونة دلوقتي اللي هي الرجيم او اللي هي اللون الداكن او اللي هي البني، دي يعتبر من الحاجات اللي هي بقدر استبدلها بحيث ان هي تحافظ لي على مستوى السكر على مدار اليوم، ما يحصلش انخفاض مفاجئ للسكر او ما يحصلش ان هو يعمل ان هو يعلى بصورة مفاجئة فيعمل عندي مشاكل وحاجات من كده. أيوة. موضوع مريض السكر برضو يحاول برضو يهتم قوي ان هو يشرب سوائل على مدار اليوم، ان هو برضو العصاير بتاعته تكون عصاير فريش ما تكونش معلبات ما تحتويش على كميات من السكر، يحاول يشرب العصاير الطبيعية برضو، بس نبعد عن العصاير اللي هي زي عصير القصب، نحاول نشرب اللي هي زي الحاجات اللي هي بتحتوي على زي فيتامين سي زي البرتقال زي الليمون، ممكن عصاير التفاح، كل الحاجات دي يعتبر عصاير طبيعية في نفس الوقت ما بتعليش السكر بصورة كبيرة، وفي نفس الوقت يعتبر بتدي لي طاقة على مدار اليوم. أحاول برضو مريض السكر في الصيف يعني عنده فرصة كويسة أو إن هو يقدر يمارس الرياضة، يقدر لو وزنه عالي ينزل وزنه، لأن طبعا في دراسات كتيرة أوي اتعملت إن قالت إن الناس اللي هي يعتبر بتعاني من سكر من الدرجة التانية يعني اللي هي ما بتاخدش إنسولين بتاخد حبوب، إذا خست من 10 ل 15% من وزنها
بتقدر تستغني عن الحبوب دي وتعيش السكر بتاعها منتظم. لو هو هيبدأ يحافظ على نظام الأكل بتاعه، خصوصا لو هو بيمارس رياضة أو بيتحرك أو بيعمل مجهود على مدار اليوم. يعني مثلا لو أنا وزني مثلا 85 بقى وزني 75، أو لو وزنه مثلا 100 بقى 85، ده يعتبر نقدر نقول، وحالات كتيرة أوي تابعت معانا كانت بتمشي على نوع أو نوعين من رأس السكر، اللي هي يعتبر السكر بتاعها مش منتظم. بمجرد ما خسّت زي ما قلنا من 10 ل 15 كيلو، بدأت تستغني عن الإقراص دي بصورة نهائية، وبدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية وما بيحصل لهاش مشاكل اللي هي ارتفاع أو انخفاض هذا السكر بالنسبة في مدار للأقراص. طيب والأنسولين الإنسولين. ده. يعني نقدر نقول إن في بعض الناس لو هي يعني وزنها عالي وخففت الوزن، ممكن نقلل جرعة الإنسولين بحيث ان هي يبقى السكر يتحكم فيه، ما بيعلاش بصورة عالية، وفي نفس الوقت يقدر الشخص نفسه مستوى السكر عنده يكون ثابت، ما بيعملوش اللي هي الحاجات مشاكل السكر. لان الناس اللي هم من النوع الاول يعتبر الجسم ما فيش عنده انسولين، ما بيفرز بصورة نهائية، فما ينفعش ان انا اوقفه نهائي. يعني هو ممكن اقلل بس الجرعات، وفي نفس الوقت الشخص نفسه يقدر يحافظ على ان ما يعلاش او ما ينزلش، على اساس يتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل، لان طبعا العلو المفاجئ للسكر او النزول المفاجئ ده بيسبب مشاكل كبيرة، او منها اللي هي الغيبوبة، من بيسبب مشاكل في الاعصاب، بيسبب عندي مشاكل في العين وكده. فيعتبر من الحاجات اللي هي يعتبر خطرة جدا ان انا يكون السكر بتاعي غير منتظم. احاول برضو اشوف تحليل السكر بتاعي كل فترة اللي هو التراكمي، خصوصا مع اختلاف الفصول، ان انا يعتبر ان انا احاول اعمله كل ما بين الفصول عشان اعرف اذا كان السكر بتاعي منتظم ولا لا. مريض الضغط طبعا في الصيف يعتبر من الحاجات اللي احنا بنفقدها السوائل كتيرة قوي، فبيكون عندي مشكلة مع مرضى الضغط ان هو ممكن ياخد العلاج وينسى ان هو يشرب مية او ياكل او ان هو ويتحرك، ففجأة الضغط بتاعه ممكن ينزل بصورة مفاجئة، او ممكن مثلا ينسى ياخد العلاج اول اليوم ويطلع يشتغل فيه بحيث ان هو يبقى يوم طويل، فتلاقي الضغط برضو ارتفع بصورة مفاجئة، خصوصا ان احنا بتكون الدورة الدموية عالية، فممكن تعمل لي مشاكل. فيهمنا قوي في مريض الضغط ان هو يحاول يبعد عن الاملاح والحاجات اللي هي بتحتوي على عناصر غذائية عالية واملاح ومعادن عالية، يحاول ان هو يشرب كميات كبيرة من المية اللي هو بحيث يعوض السوائل اللي بتفقد منه، يحاول ان هو برضو زي ما قلنا يتابع الضغط بتاعه بصورة يومية. في عندي برضو مريض الكلى يعتبر نعم. من الناس اللي هي بيكون عندها مشكلة في الصيف، نتيجة ان هي طبعا بتكون السوائل بتنزل وبيحصل جفاف في الجسم، فبنلاقي ممكن يتكون حصوات كتيرة وكده. وده يهمنا جدا ان احنا زي ما قلنا احاول اشوف ان كل يوم اشرب من 1.5 لتر ل 3 لتر مية على حسب احتياج الجسم بتاعي. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم، ما شاء الله جبت كل اللي نحتاجه في هذه الحلقة. شكرا. أشكرك لحضورك معنا. مشاهدين الكرام، أشكر ضيفي في هذه الحلقة الدكتور إبراهيم عبد الحكيم، استشاري التغذية والسمنة العلاجية. الآن ننتقل إلى الفكرة الفنية، ضيفنا فيها الفنان الكبير الموسيقار اليمني الدكتور أحمد فتحي. لكن مشاهدين الكرام، قبل أن نتواصل معه عبر الهاتف نتابع هذه الفقرة ثم نعود. أبشرك يا سالم الحال سالم.
والحركة الجديدة. معي الآن عبر الهاتف الموسيقار الكبير فنان اليمن أحمد فتحي. صباحكم وطن. صباح النور والعافية عليك وعلى الجمهور الكريم. أهلا وسهلا. أهلا فيك، نرحب بك إلى صباحكم وطن بقناة اليمن اليوم، وألف مبروك على إصدار الأغنية الجديدة. الله يبارك فيك، إن شاء الله نتمنى لها مزيدا من الحضور والنجاح. إن شاء الله، وإحنا سعيدين جدا بهذا التألق المستمر والدائم الذي فيه الفنان الكبير فنان اليمن العملاق أحمد فتحي. نقول لماذا أختار أحمد فتحي هذه المرة أغنية نبطية وكذلك تتحدث أبشرك يا سالم، فيها أقوال قديمة وعبارة عن نقول ما يذكر المرء بمثلا مواقف أو هكذا، لماذا تم اختيارها؟ والله من خلال يعني تصفحي في الأنترنت وجدت أن النص يعني فيه من الحكم البديعة، نعم، وفي نفس الوقت يعني يستهوي الأذن كلمة أبشرك يا سالم الحال سالم، هذه فيها جرس موسيقي يستهوي الأذن، وبالتالي وجدت أن النص يحتمل أن أضع له لحنا آخر. وطبعا هي كانت تغنت من قبل كثير من فنانين شعبيين وشلات وحاجات كثيرة، سألوا وجدت أن النص هذا يحتمل أيضا لحن آخر. أيوة. ووضعت اللحن المناسب وجهة نظري ونفذناها في الاستوديو، ونفذناها من كم يوم، والآن الحقيقة الأعداد المتابعين كبيرة جدا، وصلتنا خلال اليومين الماضيين انه خلال الاسبوع الجاي سنتجاوز يعني المليون، وربما يعني الاكثر، يعني الحقيقه اشياء مبشره كثير. نعم. وهي تجربه انا دائما اخذ مثل هذه التجارب، يعني مره في الشعر الحكمي، ومره في الشعر الصور الشعريه، ومره في الوطني، ومره الى اخره. نعم. اللي يحرمونا زي الى اخره، وهذه تجربه في رايي انا بالنسبه لي من التجارب اللي أحبها. نعم، والمعروف الفنان أحمد فتحي بتنوعه في اختيار الأغاني، سواء كانت الصنعانية التراثية وكذلك الأغاني الوطنية، والآن هذا اللون أيضا النبطي الذي أنت متميز فيه. أستاذ أحمد فتحي، لو تسمعنا مقطع عن أغنية أبشرك يا سالم. شوية ولكن ممكن. نعم. وبأرسل لكم إياها أيضا مسجلة أكيد، وإحنا لنا الشرف أن إحنا طبعا أول من إن شاء الله يظهرها الآن في القنوات اليمنية، لأنه فعلا الفنان الكبير أحمد فتحي محبي كثيرين، وإحنا أيضا من محبيك. حافظك الله. الله إذا نقول أبشرك يا بفضل ربي والنوايا السليمة، العمر فسحة والليالي بلايم، والعافية يا سالم أكبر غنيمة. ما شاء الله، تسلم الأستاذ الكبير أحمد فتحي. طيب، في الآن بعد أبشرك يا سالم وما شاء الله واللي حقق من متابعة ونجاح كبير، احنا حبينا أيضا نشاركك هذا النجاح وهذا التألق في برنامج صباحكم وطن في قناة اليمن اليوم، وإن شاء الله ننتظر لك كل جديد. في الآن جديد غير الشعر النبطي وأبشرك يا سالم على الساحة؟ لا، احنا الان نعمل على تصوير ابشرك يا سالم. أيوة. فيديو كليب ان شاء الله قريبا نبدا في مشروع التصوير وننزله، وبعد كده نبدا في الاعمال التتاليه والقادمه. نعم. استاذ احمد، كيف وجدت الان الفتره الاخيره في الغناء اليمني وبالنسبه لمشاركه الشباب اليمني في الفن، هل انت راضي عنها؟ والله في مواهب كثير حقيقه لم تتح لها الفرص اللازمة بسبب الظروف التي تعيشها بلدنا العزيزة يعني الغالية علينا، ولكن هم يعني يحاولوا بكل المستطاع حسب متابعتي لهم
انهم يخرجوا من هذه الحاله المزعجه التي تؤخر المواهب وتظلمها كثيرا، يحاولوا ان يخرجوا منها عن طريق الجلسات هذه والتسجيلات ولو حتى بالطريقه العاديه اللي هي تسجيل بالموبايلات يصدروها الى اليوتيوب، وبالتالي انهم متابعين كويسين فرص طيبة إن شاء الله قريبا أول ما تنجلي هذه الغمة على بلدنا العزيز. نعم بإذن الله تعالى، ونقول ألف مبروك مرة أخرى للفنان الكبير أحمد فتحي. نعم خليك معنا أستاذ أحمد. تفضلي. نعم الآن معنا متصل أيضا عبر الهاتف الأستاذ علي القنفذي. أستاذ علي تفضل. أستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد؟ نعم. نعم، بالنسبة للمشاركات الداخلية وكذلك نقول خارج أرض الوطن أو لك في مصر حالياً، هل هي تكون الآن من الأغاني الجديدة وأبشرك يا سالم، أو أنه تكون فيما يخص التراث الصنعاني وغيره؟ لا أبشرك يا سالم، لابد أن من ضمن الاعمال الجديده اللي نقدمها في الاحتفاليات القادمه. عندنا احتفاليات كثيره، عندنا يعني انا عاد انا كنت راجع من عمان، كان عندي حفله في الاوبرا السلطانيه، واول ما دخلت المسرح وجدت الجمهور تقريبا كله يعني يغني ابشرك يا سالم، وهذا الحقيقه اسعدني كثير. والان اتوجه ان شاء الله الى الرياض في نهايه هذا الشهر الحالي يعني فبراير، عندنا ايضا احتفاليه، وبعد كده نتوجه الى الكويت، عندنا في دار الاوبرا سيول معي في كل الاماكن والمسارح. نعم شكرا جزيلا لك دكتور احمد فتحي، ونتمنى لك المزيد من التألق والنجاح، سعيدين بمشاركتك والحديث معك، سعيدين بنجاحك، انت رفعت راس اليمن سابقا ولا زلت تواصل هذه المسيره حتى الان، تألقك ونجاحك ونجاح لكل ابناء اليمن، شكرا جزيلا لك دكتور احمد فتحي. الان معي الدكتور علي القنفذي. دكتور علي معك. نعم صباح الخير دكتور علي. نعم يبدو الصوت غير واضح. نعم تسمعني الآن دكتور علي؟ نعم دكتور علي، كان معي الموسيقار الكبير الدكتور أحمد فتحي حول أغنية أبشرك يا سالم، سمعت الأغنية؟ طبعا الاستاذ الموسيقار العالمي العربي اليمني وهديه تهامه الى اليمن. نعم. المبدع دائما كان يتميز دائما وما زال بكل جديد وبكل حلو وبكل جميل، كما تنوع من قبل ذلك في اغانيه من جسده من بن عمد عطاري، وهو يعزف المأسوات الجميله في مدرسته التي كان يدير بها مدرسيه، واظهر بها تهامه واظهر بها رأس الوزراء التي منحته وامها منحه على حسابها، وما زال يستمر يعني باعطائه لليمن وللعرب وللعالم بشكل عام. تنوع هذا الغناء تنوع بشكل جميل، وتميز ايضا باعطائه حتى بما فيها ايضا بجانب الدرامي طعم الاوبريتات الرائعه، وله ايضا من الموسيقى التصويريه ايضا لبعض المسرحيات ايضا ضمنها البارك كبار الشام واوبريت عوده بلقيس واشياء اخرى. نعم. وياتي العرض الجميل بالنسبه لاعطائه بالنسبه للاغنيه بشركه سالم، وحاكاة إلى الواقع الإنساني العربي الذي يحمل القيم الجميلة، ما بين القيم الخيرة وما بين القيم السيئة جدا، تنادي المواطن الإسلامي أولا والعربي بشكل خاص، ما بين كما يقال ما بين البين وما بين الشيء. نعم نعم شكرا لمشاركتك لنا الدكتور علي القنفذي، ونعتذر لأنه الصوت كان غير واضح. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر ضيوفي وألف مبروك للفنان الكبير أحمد فتحي.
وحتى الملتقى، أترككم في أمان الله وحسن عنايته.